ودابا سيدنا الا كنتي مثلا هابط للمدينه تصلي وقالوا لك راه مليون ديال الناس موقف في الطريق، 800,000 غادي يقولوا يحيى الملك و 200,000 غادي يصبروا. بعد الباقي تنعقل خلي اخويا ما نهبطش، هادي الا كانت هادي قلبي وقت كنت الحياة وقتك هادي ما انا بعدا ما نهبطش. وانت شنو نعمل سيدي العرض بان الاغلبيه غادي تقول يحيى والاقليه غادي تقول يسقط نهبط، وما حدي غادي في المشروعيه دوك اللي قالوا يسقط يخلي دار باباهو. شكون صراحه؟ اذا نكونوا عفاكم متفقين على شيء.